اسم عبد اللطيف الطراوي. لا هو كنت انا نبيع ونشري، وقع لي واحد المشكل ومشيت للشيجن وخرجت. كنت كري محل عند الناس، كريت عند واحد السيده. خرجت مني، خرجت قالت لي اوتي المحل صيفطتي شي واحد وراه حتى هذاك الشيء. وانا ما صيفطت شي واحد، ما كاينش اللي بغى يجي. هي دات لي هذوك الحوايج ومشيت ودرت ليها دعوة. دابا باقي تنتسنى الدعوة، ما ردوا عليا حتى شي حاجة. دابا هاد المشكل تقريبا شي شهر باش خرجت انا من الشيجن. عايش في هنايا في هاد حي السلام، في هاد البلاصة، هاد العشة، هادي البلاصة ما بحال قلت ايه، بلاصة مهجورة. جيت راني تنعس فيها والناس هما اللي تيتعاملوا معايا، تيصيفطوا ليا الفطور والماكلة. انا عندي رجليا تضروني مرض، وتنطلب من هاد الناس محسنين وجلالة الملك اللي يتعاونوا معايا ويشوفوا من هاد الحال. وهاد السيدة هادي حتى هي اللي تنطلب هاد الدعوة اللي دعيتها. شدوا لي القانون ديالي فيلا، بقى فيا الحال حتى من الوراق ديالي حتى هما، باش الا بغيت ندير شي حاجه ولا كذا ولا نتزوج ولا تعمل الحالة المدنية ولا كارت، كل شيء داتو ليا على حسب الظروف. تتشوف الظروف اللي هي، اللهم تنعس تما ولا تنعس في الزنقة. حنت انا نعرف فاش خرجت الليلة الاولى نعست في واحد الحالة لا يرتالي بها، وداك الشيء امرت به كمدتو لقلبي البرد ونداو تحملت باش نعس هنايا. علاش دابا مني خرجت ما لقيت حتى حاجة من هذاك المحل اللي خليت فيه شي حاجه اللي بغيت هين باش نوقف شويه على رجليا. ما كل شيء داتو ليا. هاد السيد تنتلاقاوه هنا مسكين بلا ماوى بلا والو، مسكين خرج من السجن ما لقاش رزقو، شحال من حاجه ديالو ما كايناش. السيد مسكين راه مليوحين، يا راه خاص الا شي محسنين وشي ناس يتعاونوا معاه، راه الدار مردومه مردومه، راه تينعسموه هداد، يقدر يريب عليه في اي حاجه. وماشي دار، هادي راه غير دار رابت. جا مسكين ما لقى فين قاد واحد البيض ديالو، واحد العش، فين يولي تكا وفين يدير. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معاه، راه مسكين راه ما عندوش. وهادشي اللي كنطلب منكم. راه نهار اللي جا مشي كي راه محن بزاف، وانا وهاد الناس اللي داو ليه رزقو. واحد السيده كان كاري عندها دات ليه رزقو، دات ليه هادشي كاع اللي دات. المهم خرج من السجن وراه مسكين تلاح هنايا. راه حنا راه المهم الحاجه اللي كنتقاسموا اللي كناكلو حنا راه كنتقاسموها معاه، ماشي حنا راه واقفين معاه حتى ياخذ حقه من هاد السيده اللي دات ليه رزقو. بغيت نضيف هو هاد السيده بالله حقراتني انايا، وما قدرتش باقي باش ان انا احترمت القانون. ان البلاد قانونيه، ما خصكش دير شي حاجه اللي هي سميتو. وبقى فيا الحال تنطلب جلاله الملك الله يجازيه بخير يشوف من هاد الحال هذا. وانا راه قاسيت بزاف.